إن التعاون بين قطاعينا يأتي تتويجاً لمشروع تعاوني موسع دأبت وزارتنا على تحقيقه بما يخدم الثقافة ويجعلها حاضرة في خيارات القطاعات كلها. إن الأمل يحدون اليوم وبشدة أن تدرج الثقافة في خيارات وأولويات مختلف القطاعات، وعبر قطاع المؤسسات المصغرة أدعو أصحاب الأفكار وحاملي المشاريع من المثقفين وأهل الفن والمنتجين الثقافيين إلى اقتحام مجال المقاولاتية الثقافية والاستفادة من المحفزات الحالية في الاقتصاد الوطني. فيه أصحاب المهن في يعني اللي ممكن أنهم يشاركوا كامل ويستفادوا كامل من كل الامتيازات والإجراءات الجديدة. فتحنا الباب لكل من يحوز على بطاقة فنان. سابقاً كان أي واحد يمارس نشاط حتى ولو كان يحمل بطاقة فنان من غير الممكن أنه يستفاد من الوكالة، من غير الممكن أن يستفادوا من قرض، يستفاد من التكوينات. لكن اليوم حتى ولو يحوز على بطاقة فنان، والله حتى ولو عنده الريجستر كوميرس، سجل تجاري ينشط في المجال الثقافي ولا في مجالات أخرى، الأبواب مفتوحة عليه أنه يقوم بتوسيعة نشاطه عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.